الشباب الخصائص اللي الاستاذ اداها يا باشمهندس قطه تحتيه كده بالعربي الاستاذ اداها قطه تحتيه كده بالعربي دي العلاقه بين الداخل والخارج يعني العلاقه ما بين الام والاب بتاع السنسور والمهندس تمام عندما يكون الداخل ماله ثابت حتى بيسموها ايه ستاتيك ماشي او بتغير ايه القيمه ايه صغيره خالص زي ايه مش هنفع على سبيل المثال اي سنسور مثلا انت بتشتريه على سبيل المثال بيكون ليه مثلا حاجه اسمها البنش حاجه اسمها ايه البنش دي حاجه تبع اختلاط ايه الاستاتيك ايه الرينج دوت قال لك دي اعلى واقل قيمه ايه السنسور ممكن يقيسها هل فينا اي تغير هل فينا اي حاجه لا ده انا بقول بس ان السنسور اقصى كده واقل حاجه في ايه كده ماشي ولا لا يا باشمهندس اللي هو عمال بص اللوحه ديت معايا تمام والله كل الكلام ده هتشوفوه بعدين يعني في التفصيل المهم خلاص حاجه اسمها ايه الرينج الشمس اللي في الاخر دوت في ورقه مش عارفه تحصل كده معايا دي اسمها ايه؟ حاجه الرينج دي تبع ايه؟ الاستاتيك ماشي يا شباب؟ هل فينا اي علاقه في التغير يعني هل فينا اي تغير او في اي حاجه؟ لا ده انا بس بطلب السنسور بقول له ان هو اقصاه كذا واقصى حاجه في ايه؟ كذا طيب هنا يعني طيب الشمس دي ايه؟ الخصائص اللي هي الاستاتيك طب امال الديناميك دي ايه؟ قال لك ان الديناميك دي قلت فيها عمل عربي تحدد هذه الخصائص سرعه اتجاه الحساس لاي تغيرات خارجيه مش فاهم هذا الحاجه دلوقتي انا عندي سنسور عندي ايه؟ سنسور تمام؟ السنسور ده على سبيل المثال بيقيس مثلا وزن او بيقيس اي حاجه حسب ما يكون بقى بس دلوقتي على سبيل المثال لما انت بتحط مثلا تقل على ميزان ايه اللي بيحصل للمؤشر بتاع الميزان؟ هل هو على طول بيوصل للمكان ولا هو بيعمل كده؟ صح ولا لا؟ بيعمل ايه حاجه زي ما يكون ايه اهتزاز كده صح ولا لا؟ اهتزاز ده الخلف بتاع ايه؟ بتاع السنسور السنسور يا جماعه ما بيوصلش على طول للقيمه بتاعت الخارج بيقعد فتره عقبال ما ايه؟ يوصل للقيمه ماشي ولا لا؟ دي بيسموها الدايناميك كاركوليتكس يعني عشان الشباب اللي هم واقفين بره يعني دوري الصوت لو سمحت صوت خلاص شايفين ايه؟ يا شباب يبقى الخصائص اللي هي بتحدد سرعه استجابه السنسور بتاع للدخل دي بيسموها ديناميك ايه؟ كاركترستكس ماشي يا شباب خلي بالك الشكل ده اتخدته قبل كده فين ده؟ الشكل ده اتخدته فين؟ مع فايز مع الدكتور مين؟ فايز كورس الايه؟ التحكم الشكل ده يا جماعه بيسموه الستيب ريسبونس تحكم وراك وراك في كل حته التحكم ده يا جماعه وراك في كل حته وراك عشان كده بتاخد قسم ميكانيكا وكهرباء كل الاقسام ده اسمه الستيب ايه؟ ريسبونس. اي ستيب ريسبونس يا شباب؟ تمام؟ بيبقى شكل عامل بالمنظر ده كده. هتلاحظ فيه منطقتين، المنطقة دي اللي هي عقبال ما بيوصل ليه يعني اللي هو لما بيبدأ من السنسور لغاية ما بيوصل ليه قيمة ثابتة ودي بيسموها الترانزيت
اللي هي ايه بتنقل فيها ماشي. وهتلاحظ ان هو خارج السنسور يا باشمهندس ماله ما هو ثابت. يعني كل الفيلم قالها غير اللي هي الكوم اللي قبلها ماشي ولا لا. والمنطقه دي يا باشمهندس دي اسمها ايه؟ ستيل ستيت. ماشي حطينا الكوانتس هتلاحظ ان هو خارج السنسور بينفصل ليه منطقتين. المنطقه ترانزنت ماشي والمنطقه ايه؟ الستيل ستيت. الترانزنت دي اول ما انت سيتك بتحط ايه؟ الكيلو بتاعك او 5 كيلو او اللحمه او حسب ما يكون فيه الميزان. بتلاقي الميزان ماله؟ بتتحرك كده. دي اللي هي ايه؟ الترانزنت. طب اول ما المؤشر يقف يبقى ده ايه؟ الستيل ستيت. ماشي؟ وانت بقى عندك كده وانت في السوق وانت بتشتري حاجه والبياع بيحط حاجه على الكف اه بيحاول ان اسمها تيست ستيت اسمها ترانزل. طبعا هتبص لك كده وانت خلاص بقى. طيب معلش انا هتكلم الاول بقى على الخصائص الايه؟ المستهلك. تاني خصائص الاستاد بتاعي يا جماعه دي بتوصف السنسور. بتوصف ايه؟ السنسور او الخصائص الثابته بتاعته اللي هو اقصى او اقل مدى ليه مش عارف الكلام ده كله. اما الديناميك دي ايه يا جماعه؟ بتوصف خارج السنسور شكله عامل ازاي لما انت تجيب لي ايه؟ لاي اشاره. اي سؤال؟ في الاستيبس كل السنسور اندر دامج اه كل واحد بيبقى شكل معين. مفيش مثلا كريتيكال دامج اللي هو مش ثواني يعني على فكره في بعض الناس على فكره بتعمل كده. تمام في سنسور كده في سنسور كده. بالله بسم الله عليك بقى انا احسن حاجه حاجه بالمنظر ده ولا حاجه بالمنظر ده؟ تمام ده عشان اكيد ده ايه احسن بكتير. ليه ايه؟ هادي كده الحركه. اما ايه؟ رخيص. حتى الموازين اللي بتاعت ايام زمان بتلاقي ايه؟ بتاخد فتره عقبال ما بتثبت. اما الجديده مالها؟ بتوصل للقمه مالها بسرعه. صح ولا لا؟ تمام. انا عايز اقول لك ازاي الكورس ده على فكره هيحصل لك على فكره ظواهر كتير جدا انت بتشوفها بره. بس طبعا انت بتروح راجل البياع بتشتري ولا انت في دماغك اي حاجه وعاوز 2 كيلو لحمه وتمشي على طول. لا بص شوف ايه اللي بيحصل قدامك. انت مهندس المفروض تبقى بصمت لاي حاجه غير بص اي حد تاني يعني. نظرة عندي هنا سيئة خالص يا مهندس. بصيت لك والله نظرة سيئة كده. تمام. الاستاتيك كاركترستكس. او الخصائص ايه؟ ثابته. انا مش طبعا بحاول امل لكل الخصيصيه لان اكيد طبعا انتوا عارفين الكلام ده ومذاكرين، بس انا ايه؟ هتكلم عليهم بسرعه كده عن طريق شويه ايه؟ رسومات. اول حاجه يا باشمهندس عندي حاجه اسمها المدى، الرينج الشكل. المدى، ايه المدى دوت؟ خلي بالك ان التبريشر سنسور ده رغم ان هو كويس وقشطه واحلى حلاوه، بس لو انت شفت في الداتا شيت بتاعته هيقول لك ان السنسور ده بيقيس من سالب 20 درجه مئويه ل 120. هو ده ايه؟ دي المنطقه اللي هو شغال فيها. طب ايه اللي يحصل خالص لو وصل عن 120؟ ماله؟ هيسيح او هيكون باشمهندس. في سنسورات ثانيه على فكره بتشتغل مثلا من سالب 300 ل مثلا لسالب ل مثلا 2000 درجه مئويه او 5000. كل حاجه موجوده ايه؟ في السوق. المهم المنطقه المهم الرينج ده قال لك ده اللي هو اعلى قيمه واقل قيمه السنسور بيعرف ايه؟ يقيسها. يقيسها معناها ايه؟ قال لك يعني داخله له. داخله ليه؟ ماشي ولا لا؟ ده الايه؟ الرينج. في حاجه اسمها الاسبان. ايه الاسبان ده؟ مش انا قلت ان السنسور بيبقى ليه اعلى قيمه واقل قيمه ممكن يقيسها؟ الفرق ما بينهم الديفرنس اللي هو الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم
يعني الباب بتاع السنسو ده كام؟ 140 كام؟ 140 ماشي؟ خلي بالك بقى ان الباب بحد ذاته ليه حاجه من الاثنين، يا اما حاجه بيسموها انبوت سبان او اوتبوت سبان. يعني ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الانبوت سبان ده والاوتبوت سبان؟ ده اللي هو الفرق ما بين ايه؟ اعلى واقل داخل ايه؟ السنسور ممكن يقيسه. طب ده ايه؟ اعلى خارج واقل خارج السنسور ايه؟ بيخرجه. سؤال ليكم بقى، ده انبوت سبان ولا اوتبوت سبان؟ انت بتقول لي اسبانيا بكام؟ 140. طب ده انبوت ولا اوتبوت؟ انبوت ايه؟ دي الحاجه اللي هو ايه؟ بيقيسها. طب لو قلت لك بقى ان الشركه بتقول لك ان السنسور ده بيخرج من 0 ل 5 فولت، يبقى الاسبان بتاعه كام؟ 5. يبقى الاوتبوت سبان بتاعه يا باشمهندس 5 فولت. والله العظيم كل الحاجات دي موجوده في اي داتا شيت. خلي بالك اصعب حاجه على اي مهندس ان هو يطلع الكلام الايه؟ من اي مانيوال او اي داتا شيت. ماشي يا شباب؟ تمام؟ طبعا في حاجه اسمها ايرور. كل الكلام ده يا جماعه تبع الايه؟ للاستاتيك كاركترستكس. على فكره الشباب اللي هم هيفهموا السنسور كويس هيبقى عندهم اي سيستم اي كنترول سيستم سواء روبوت او اي حاجه هيبقى اسهل مما يمكن. تمام؟ لان اهم حاجه في اي كنترول سيستم يا جماعه جزء السنسور. احنا جسمنا يا جماعه كله ايه؟ سنسور. كله اللمس الشم الكلام ده كله. فانت لو انت فهمت جزء السنسور ده كويس هتلاقي عندك اي سيستم ايه؟ سهل مفيش مشاكل. يعني على سبيل المثال قسم ميكانيكا عندهم مثلا غلايه ضخمه كبيره من حاجه و60. تمام؟ في معمل حراره اللي هو بتاع قسم ميكانيكا هنا ده. الغلايه فيها مشكله ان هي البرنر بتاعها او الولاعه بتاعتها مالها لما بتشتغل بتقعد مده 10 ثواني وايه؟ بتفصل. يا عم ايه السبب يا عم؟ محدش عارف. ايه السبب يا عم؟ محدش عارف. تخيل غلايه كبيره ضخمه. طبعا بوز الشامل اللي هو انا طبعا يعني تمام؟ انا مش عارف ايه المشكله. رحت لهم امبارح ماشي، لقيت ان بكل بساطه المشكله سببها سنسور اللي هو فوتو سيل. الفوتو سيل ده يا جماعه وضحت ان هو بيحس هل في برنر ولا لا، او في لهب ولا لا. لما بيكون في لهب يا باشمهندس السنسور بيدي ايه؟ بيدي اشاره للكنترول يونت بحيث ايه؟ يفضل اللهب ماله شغال. قلت لهم بس غير السنسور وايه؟ والمشكله ظبطت. شوف تخيل حاجه بالضخامه دي بتعمل ايه؟ تمام؟ عارف يا باشمهندس؟ تمام. تالت حاجة يا باشمهندس حاجة اسمها الايرور. دايما يا باشمهندس التحكم ده عامل زي الملح اللي هو بيتحط في كل حتة، مفيش أي حتة وإلا فيها جزء كنترول. سواء كهرباء، في شركة صنزرات، محطة شركة اتصالات، دايما بنفس الكنترول ماله أساسي. ها؟ الايرور، إيه الايرور ده يا باشمهندس؟ قال لك ده اكتب عندك إيه الايرور؟ ده مدى انحراف القيمة المنقصة من القيمة المتوقعة. مدى انحراف القيمة المنقصة من القيمة المتوقعة. على سبيل المثال لو أنت عندك مثلا ميزان أهو تمام؟ ميزان اهو ماشي؟ انت حاطط مثلا كتلة 5 كيلو على الميزان. لقيت المؤشر بتاعك جاب لك 5 كيلو ونص. يبقى هنا ايرور كام يا جماعة؟ نص كيلو. يبقى شوف انا عارف ان القيمة اللي هو المفروض يجيبها كام؟ 5 كيلو، بس طلع ايه؟ 5 ونص. يبقى الايرور كام؟ نص كيلو. يبقى الايرور يا باشمهندس بص عندي فيها الايرور بيساوي الميجرد
ده اللي ينزل قوي يعني. ناقص ايه؟ الاكشن. ناقص سوري اسف ايه؟ الديزاين. او البروف فاليو يعني. ايش يا شباب؟ في حاجه كمان يا باشمهندس اسمها الاكيورسي. شباب اسمها واحد زاد. اربعه الاكيورسي. اكتب عندك كده ان الاكيورسي بالعربي مدى التطابق، مدى التطابق، القيمة المقاسة، القيمة المقاسة مع القيمة الايه؟ الصحيحة. يعني على سبيل المثال انت قلت هنا ان الايرور قيمته كام؟ كام يا جماعة؟ نص كيلو، صح ولا لا؟ تمام؟ يبقى الاكيورسي قد ايه؟ الاكيورسي قد ايه؟ قال لك الاكيورسي بيساوي النص او اللي هو الايرور بتاعك اللي هو النص كيلو ماشي على على ال 5 كيلو مضروب في 100 دي كده دي اسمها الايه؟ الاكيورسي. على فكره انا هقول لك حاجه، انت بتلاقي حاجه في السنسور يقول لك ايه؟ ان خارج السنسور بتاعك عباره عن قيمه معينه زائد او ناقص كذا، مثلا نص او حسب ما يكون بقى. ايه القيمه دي؟ دي اللي هي الايه؟ الاكيورسي. ماشي؟ او اسمها صح انا بسميها ايه؟ كميه الخطا. كميه الايه؟ خطا. ايش يا شباب؟ تمام. في حاجه اسمها السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي او الايه؟ حساسيه. ايه السنسيف ده يا باشمهندس؟ خلاف حاجة واحدة. عايز تتمرن كويس ان دي انت يا صاحبي بقى. دلوقتي عندك مثلا سنسور اهو. تمام؟ السنسور ده مثلا بيقيس وزن مثلا، وزن. جه سيادتك حطيت تقل 5 كيلو جرام. تمام؟ طلع الحامل بتاعك لو بتبني على الشاشة على سبيل المثال، كاتب على الشاشة 5 ماشي بوينت زيرو مثلا ماشي كيلو جرام. قعدت تزود التقل بتاعك 5.1 كيلو جرام 5.2 كيلو جرام باشمهندس خارج ثابت خارج ثابت 5.3 كيلو جرام 5.4 كيلو جرام 5.5 ايه؟ كيلو جرام. اول ما جه 5.5 اللي حصل ايه؟ حصل خارج كده. معناه ايه ده يا باشمهندس؟ معناه خلي بالك ان هو في منطقه اللي هي من هنا لهنا السنسور مدى مش شايفها. مدى يا جماعه؟ مش شايفها. سوري دي اسف يا جماعه مش سنسيتيفيتي. معلش اسف اسف اسمها ريزوليوشن. معلش اسف يا جماعه اسمها ريزوليوشن. 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 يبقى بسبب يبقى السنسور للاسف يا باشمهندس مش حاسس ايه؟ بالمنطقه دي. يبقى معناها ايه يا باشمهندس؟ معناها خلي بالك ان الريزوليوشن بتاع السنسور ده يا باشمهندس نص كيلو جرام. نص كيلو جرام معناه ايه؟ معناه ان الفرق ما بين القيمه والقيمه اللي بعديها اللي هو هيحس بيها لازم يبقى فرق القيمه الفرق كام؟ نص كيلو. طبعا كل ما القيمه دي قلت كل ما تعمل السنسور مالو هلا ليه؟ بيحس ايه؟ بالكميات اللي ايه؟ الصغيره ماشي ولا لا؟ ايش قال؟ تمام.